وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 ملايين يورو. جلسة جديدة لمجلس النواب واصل خلالها مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. في بداية الجلسة تمت مناقشة بيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف لعرض رؤية وخطة الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية وتعزيز جودة التعليم في الفترة من يوليو 2024 حتى أكتوبر 2024، حيث أكد الوزير أنه تم خفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من 50 طالبا في الفصل بنسبة نجاح تفوق 99%. النتائج اللي احنا وصلنا لها في كثافة الطلاب ان احنا بقى عندنا 99% من مدارس مصر بالكامل تحت 50 طالب في الفصل، وبنتكلم في 60,000 مدرسة. لما 60,000 مدرسة احنا عندنا 99% من المدارس تحت 50 طالب في الفصل. لما عملنا كده استحدثنا دخل الخدمة معانا في العملية التعليمية حالياً 98,000 فصل جديد. استحدثنا 98,000 فصل ما كانوش موجودين في العمليات التعليمية السنة اللي فاتت. وأحال رئيس مجلس النواب بيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الذي ألقاه أمام الجلسة العامة للمجلس إلى لجنة التعليم المجلس لدراسته وأعداد تقرير عنه. ووافق المجلس خلال الجلسة نهائيا على مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار وعلى مشروع قانون إنشاء ميناء جاف بالعاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص. كما وافق المجلس كذلك على قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدر 8 ملايين يورو. وتمت الموافقة كذلك على الاتفاق التمويلي بين مصر والاتحاد الأوروبي الخاص بمشروع المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية بقيمة 3 ملايين يورو. وكان رئيس مجلس النواب قد أحال في بداية الجلسة 5 مشروعات قوانين مقدمة من 10 عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وأعداد تقارير بشأنها.